سعادتي والمحبة والجمال. دين السعادة والمحبة والجمال، دين السماحة والإجابة والسؤال، دين التبسم والحوار بلا جدال، فيه التوسط في الأمور والاعتدال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أسبح بالذي خلق آدم من طين وسواه وقسم ذريته على أقسام متفرقة لا يعلمها أحد سواه، سبحانه وتعالى أمهل على من عصاه وإذا سأله أعطاه، حجب لواحظ الأعين في الدنيا فلا عين تراه، أعد الجنة لمن اتقاه وأعد النار لمن عصاه، وخلق للدارين خلقا وهم في أصلاب آبائهم فلا مغير لما خلقه وأمضاه، من توكل عليه كفاه ومن فوض أمره إليه دبره وهداه. وأصلي وأسلم على البشير النذير، الرحمة المهداه والنعمة المسداه والسراج المنير، صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها وزينت بحديثك الأقلام. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج هذا ديننا. بداية أيها الأحبة، ندعو الله تبارك وتعالى سائلين الكريم العظيم أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. نسأل الله الكريم العظيم أن يجبر كسر أهل غزة، وأن يشفي مرضاهم، وأن يشفي مصابهم، وأن يتقبل شهداءهم، وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا. اللهم آمين. أيها الأحبة، أتكلم الليلة عن أمر عظيم، أمر ربما يخص كل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وهاديا وبشيرا، بل أقول هذا الأمر وهذا الخلق لو تخلق به المسلم لعاش سعيدا في الدنيا ولنال السعادة في الآخرة. هذا الخلق أيها الأحبة علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم، فتخلق به نبينا صلى الله عليه وسلم، وتخلق به آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخلق به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخلق به التابعين وتابع التابعين، وتخلق به الصالحون، بل كل من تخلق بهذا الخلق وسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه هذا الخلق عاش من السعداء في الدنيا والآخرة،
نعمة الرضا، نعمة الرضا، هذا هو موضوعنا في ظل هذه الشكاوى من الناس. الناس جلهم أكثرهم يشكو، بل ربما يشكو الخالق للمخلوق، يشكو الله للناس. أنا ما عنديش، أنا معيش، أنا محتاج، أنا لا أملك، وهكذا. فيشكو الخالق للمخلوق، ويشكو العزيز للذليل، يشكو من الله تبارك وتعالى وهو العزيز، يشكو للذليل ألا وهو هذا العبد الذي لا يملك شيئا، يشكو الغني للفقير. هذا الخلق أيها الأحبة وهذه النعمة، من أنعم الله بها، من أنعم الله بهذه النعمة، أنعم الله بها عليه، كان من السعداء في الدنيا والآخرة، ألا وهي نعمة الرضا، نعمة الرضا. وكيف نرضى؟ طب يا عم الشيخ، انت شايف الدنيا وشايف الغلاء وشايف البلاء وشايف، كيف نرضى؟ هقول لك ان شاء الله بعد ما توحد الله ثم تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقول لك كيف ترضى. اسمع الاول كده حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم، ما دمت أسلمت لله تبارك وتعالى وكنت من الموحدين فأنت من المفلحين. فهذه نعمة عظيمة لا يعدلها نعمة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. إذن الكفاف والقناعة والرضا رزق، هي القناعة فالزمها تعش ملكا، ولو لم يكن لك إلا راحة البدن. وانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها، هل راح فيها بغير القطن والكفن؟ قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. إذن القناعة رزق، لابد أن تسأل الله تبارك وتعالى، تدعو الله تبارك وتعالى أن يرزق الكفاف ويرزق القناعة ويرزق الرضا. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد يؤتى الإنسان الدنيا ومثلها، قد يؤتى الإنسان الدنيا ومثلها ثم لا يذق طعم السعادة ولا يذق طعم الراحة. لماذا؟ لأنه لم يرزق نعمة الرضا، لم يرزق نعمة الرضا، ولم يسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه هذه النعمة وهذا الخلق. ولو أعطي الإنسان واديا من ذهب لتمنى الآخر. هذه هي النفس،
هذه هي طبيعة النفس. لذلك قال ربنا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هي النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. من دربها على القناعة، من دربها على الكفاف، من دربها على الرضا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اعلم أيها الحبيب أن الله حكيم. لو عرفت المعاني دي والله هيرتاح قلبك، هترتاح وهيرتاح قلبك. بس افهم، ربنا يبارك في حضرتك، هذه المعاني لابد أن تعلم أن الله حكيم، حكيم في عطاياه وحكيم في سلبه. فعطاء الله عطاء، وسلبه أيضا عطاء. عطاء الله عطاء، إذا أعطاك فبحكمة، وإذا سلب منك فبحكمة. الله تبارك وتعالى عندما يعطيك فقل الحمد لله، وعندما يسلب منك فقل الحمد لله، لأن هذا السلب هو في صالحك. لو علمتم ما في الغيب لاخترتم الواقع. لو أذن الله لك أن تعلم ما في الغيب لاخترت ما يجري عليك. تقول والله أنا في ضيق من العيش، وأنا والله لو عرفت الخبايا، لو علمت ما في الغيب وإزاي ربنا لطف بيك لاخترت أنت بنفسك الواقع الذي أنت فيه. لو أذن الله لك أن تعلم ما في الغيب وما قد يكون وما يجري لك بغير لطف من الله تبارك وتعالى، لأنت بنفسك اخترت ما أنت فيه الآن. لو علمتم ما في الغيب لاخترتم الواقع. إذن عطاء الله عطاء، وسلبه أيضا عطاء، يصلح قلبك. سلبه عطاء يصلح قلبك. الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم تربوا في مدرسة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علموا الأمة، لأن الذي علمهم هو معلم الأمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة علموا الأمة نعمة الرضا ونعمة الكفاف والقناعة. سيدنا عروة رضي الله عنه، الكثير منكم يعرف ما الذي جرى لسيدنا عروة. ايه اللي حصل لسيدنا عروة؟ سيدنا عروة طبعا احنا علشان نضرب الأمثال برضاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما جرى له لا تكفينا 10 حلقات، ولكن نضرب المثل بتلاميذه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عروة رضي الله عنه كان له 4 أولاد، وكان له ولدين عفوا وكان له
صحة وقدم يمشي بها ويد يبطش بها، فأصابه أصابته أكلة في قدمه فأشاروا بقطع قدمه، وهم يقطعون قدمه جاء خبر ولده أنه وقع من فوق البيت ومات، تردى ومات في الوقت الذي تقطع فيه قدمه. ماذا قال؟ ضرب المثل الأعلى في الصبر والرضا. هناك فرق بين الصبر والرضا، الرضا أعلى مقام من الصبر، الرضا تصبر ولكن في نفسك شيء، الصبر أقصد تصبر، ولذلك يقول لك الصبر مر، تصبر وأنت في نفسك شيء، لكن الرضا تصبر وأنت راض بما قدره الله وبما قسمه الله. فقال: اللهم إنك أعطيتني قدمين فأخذت إحداهما وتركت الأخرى فلك الحمد على ما أخذت ولك الشكر على ما أبقيت، وأعطيتني ولدين أخذت إحداهما وتركت الآخر فلك الحمد على ما أخذت ولك الشكر على ما أبقيت. هذا هو معنى الرضا باختصار، أن ترضى بقدر الله تبارك وتعالى وترضى بقسمة الله وتعلم علم اليقين أن الذي يحدث الأمر هو الله وأن الذي يفرج البلاء هو الله وأن الذي يرفع البلوى هو الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى من؟ هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. لا تجزعن فإن الصانع الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. حسبك الله في كل لك الله. إذن إن أردت أن تعيش سعيدا بلا كدر وبلا نكد، فاسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك نعمة الكفاف ونعمة الرضا. لأنه خد بالك، خد بال حضرتك وخد بال حضرتك، أن هذه عبادة، هذه وما أعظمها عبادة، بل هي ركن من أركان الإيمان. أركان الإيمان، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر،
والقدر خيره وشره. فهذه عبادة، وهذه من هذا من أركان الإيمان، أن ترضى بقدر الله. إذن أنت مؤمن، ترضى بقدر الله، إذن أنت مؤمن. وعلشان قلبك يرتاح اسمع ما أقوله لك بعد ما توحد الله وتصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ما قاله الله تبارك وتعالى. ماذا قال الله تعالى؟ قال الله تعالى: وكل شيء خلقناه بقدر. كل شيء ربنا خلقه بقدر. طبعا الإنسان مسير في أمور ومخير في أمور، إن شاء الله هنوضحها بإذن الله تعالى. لكن عايزك تعرف أن كل ما يجري عليك بقدر. جلستك هذه بقدر، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وحتى الله صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير كل شيء، كل شيء في الكون، كل شيء في الكون، في الكون، حتى القاتل، حتى القاتل، حتى المقتول، حتى المقتول. إذن فما بال القاتل إذا كان المقتول قد قدر عليه الموت؟ هقول لك إن شاء الله وهجاوبك. كتب الله مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال للقلم: اكتب. قال: وما أكتب يا ربي؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. كيف نرضى؟ هذا ما نعرفه بمشيئة الله بعد الفاصل. ابقوا معنا، أكرمكم الله وجزاكم الله خيرا. والإجابة والسؤال دين السماحة، والإجابة والسؤال دين السماحة، والإجابة والسؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع هذه النعمة العظيمة التي إذا أنعم الله بها على عبد نال السعادة في الدنيا والآخرة، نعمة الرضا. قل الحمد لله. والله هذه الكلمة عبادة. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. قل الحمد لله. الله تبارك وتعالى كل شيء في الكون يجري بحكمته وبقدره. إذا أراد شيئا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. اسمع لهذه الآية وأريدك أن تسمعها بقلبك
لا بسمعك. في سورة الأنعام ربنا بيقول إيه سبحانه وتعالى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذا أراد الله شيئا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وأذكر لكم هذه القصة التي تبين ذلك وتوضح ذلك، أن ما أراده الله هو الذي يكون مهما تدخل البشر. لا راد لقضائه ولا راد لحكمه سبحانه. رجل يسمى أحمد بن سعيد، أحمد بن سعيد ده كان والد الإمام ابن حزم عليهم رحمة الله. أحمد بن سعيد كان وزير، الإمام ابن حزم كان ابن وزير. أحمد بن سعيد هذا كان وزيرا لأمير، وهذا الأمير كان قد جعل يوما في الأسبوع يسمع فيه شكاوى الناس، يوم في الأسبوع يسمع فيه شكاوى الرعية. كل أسبوع ييجوا 10 15 20، كل واحد يقول المظلمة بتاعته والأمير يحلها له ويتوكل على الله. بين هؤلاء الناس وبين هذه المظالم تأتي امرأة عجوز. معانا طيب الأستاذة سحر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا يا أستاذة، تفضلي. أستاذة سحر، عندي سؤال. تفضلي. أبو أم النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوش مسيحيين أيام الدين المسيحي وماتوا قبل الدين الإسلامي، فليهم عقوبة يعني عند ربنا أو ربنا يغفر لهم عشان يعني النبي أبوهم وكده؟ حاضر حاضر يا أستاذة سحر. عندك سؤال تاني؟ لا شكرا. حاضر. فكان قد جعل يوما في الأسبوع يسمع مظالم الناس، وجاءت هذه المرأة العجوز تشكو. هذه المرأة العجوز قالت: أعز الله الأمير وأعلى شأنه وأيد سلطانه. قال الأمير: تقدمي يا أماه، ماذا تريدي؟ عايزة إيه؟ قالت: ولدي سجين عندكم، ولدي مسجون عندكم، وهو الذي يرعاني وهو الذي يقوم على شؤوني وهو الذي يسببه الله ليطعمني، فأتشفع فيه أن تفك أسره وتفك قيده وتفك سجنه. قال: من ولدك؟ مين ولدك؟ قالت: فلان ابن فلان. أول ما سمع الأمير اسم هذا الرجل المسجون ففزع، وكأن هذا الرجل فعل جرما عظيما. فقال الأمير: هذا شنق. قالوا: لم يشنق. قال: ألم أقل أن هذا يشنق؟ لماذا هذا لم يشنق؟
معانا طيب الأستاذة حنان؟ الأستاذة حنان؟ أيوه. اتفضلي يا أستاذة حنان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا متزوجة بقالي 30 سنة. اتفضلي. وبعدين ليا سالفة بأنها بتكبس في وشي، هي معاها صبيان وكده. معلش الصوت مش واضح يا أستاذة حنان. ابعدي بس على التلفزيون شوية واتكلمي بالتليفون، الله يحفظك. انا مش عارفة اتكلم معاها ازاي، وهم ساعة ما ادخل عليهم يعني يتكلموا معايا، يعني لان انا الحمد لله راضية بقضاء اللي هو الله. جميل. مش عارفة اعمل ايه بصراحة يعني. معلش طيب ممكن تعيد السؤال من الاول؟ انا الوقت متزوجة ليا 30 سنة الحمد لله، ربنا بيرزقني باطفال يعني ما بيحصلش نصيب، فالحمد لله يعني انا راضية بقضاء الله وكده، فلما بروح يعني الاهل زوجة وكده بيقعدوا يخمسوا في وشي يعاملوكي معاملة مش كويسة يعني. ايوه يخمسوا في وشي ويقعدوا يعملوا يعني ان انا بحسدهم وكده، وانا راضية بقضاء الله والله انا وزوجي الحمد لله. حاضر. حاضر. خليك معايا حضرتك هجاوبك ان شاء الله. خليك معايا يا استاذة حنان. هو يعني هو والله هو سؤالك في صميم الموضوع اللي بنتكلم فيه. خلي بالك من الكلام اللي بنتكلم فيه. ان شاء الله هنجاوب على اسئلة باذن الله تعالى، بس نكمل القصة. فقال الم اقل ان هذا يشنق هذا الرجل ابن هذه العجوز التي تقول اسمه هذا، انا قلت يسجن، ائتوني بقائد الحرس رئيس السجون. جاءوا بقائد الحرس، قائد الحرس جاب رئيس السجون، تعالى انا مش قلت لك ان فلان ابن فلان ده يشنق؟ قال يا أيها الأمير، لم يأتني مرسوم بهذا الشأن، يعني ما جاليش مكتوب حاجة مكتوبة بهذا الشأن. قال ائتوني بكتاب، ائتوني بمرسوم. جابوا له كتاب وكتب فيه فلان ابن فلان يشنق الآن. خد بالك وخدي بالك، خليك معايا يا استاذة حنان الله يرضى عنك. فلان ابن فلان يشنق الآن. أخذ قائد الحرس هذا المرسوم، هذا الكتاب، هذه الورقة، وأعطاها لرئيس السجون. خد نفذ. دخل رئيس السجون وبص في الورقة، وبعدين بص فيها كويس كمان، وبعدين بحلق فيها كمان، وأمسك بيد هذا الرجل وخرج به إلى الخارج وأعطاه لأمه. أنت بتعمل إيه؟ من الذي أخرج هذا؟ الأمير فزع. من الذي أخرج هذا؟ قالوا إنه رئيس السجون. قال لم أعطه مرسوما الآن، أنا مش اديته مرسوم، اديته فرمان من شوية أن هذا الرجل يشنق، ائتوني به. فجاء رئيس السجون، هذا الرجل لماذا أتيت به إلى أمه وأنا بعثت لك مكتوبا ومرسوما أقول لك يشنق الآن؟ قال أعز الله الأمير، فلتقرأ المرسوم، هذا هو المرسوم معي، هذا هو الفرمان، اقرأ. فقرأ، فلان ابن فلان بدل أن يكتب يشنق كتب يعتق. وحتى لو صليت على سيدنا النبي، بدل أن يكتب يشنق كتب يعتق. الأستاذة هبة،
طيب يا استاذه هبه معلش حاول معنا تاني، الله يحفظك. بدل ان يكتب يشنق، اجر الله القلم بان يكتب يطلق، فامسك الامير بكتابه الذي كتبه وقال الخط خطي والقلم قلمي والخاتم خاتمي، انا ختمت والخاتم خاتمي، لكن الكلام بدل ان اكتب يشنق كتب القلم يطلق. وكان هذا الرجل وقافا فقال إذن يطلق ثم يطلق ثم يطلق، ومن أراد الله له أن يطلق لن تستطيع الدنيا له أن يشنق، خذيه أيها العجوز وانصرفي. مع هذا الأستاذة نادية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك وأسرة البرنامج. يا مرحب بحضرتك يا أستاذة نادية، ربنا يحفظك. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يجعل يجزيك الله عنا خير إن شاء الله. الله يبارك في حضرتك، الله يحفظك، شرفتينا، اتفضلي. الله يخليك يا فندم. بصي، هو في سؤال لحضرتك. اتفضلي. السؤال الأول، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال: من زار قبري قبري وجبت له شفاعتي. نعم. طب حتى لو الانسان اللي هو يعني زار قبر الرسول ده، يعني انسان ما بيلتزمش بالعبادات ولا يعني باي شيء من العبادات، وبيزل وبياخد حقوق الناس، هل برضه رسولنا صلى الله عليه وسلم هيشفع له؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني حضرتك، يعني انا في واحده انا يعني انا احجب عليها ولا اعمل ايه؟ الست دي عندها يا فضيله الشيخ كل شيء، مش محتاجه حاجه، بطه لليتامى البنات اليتامى وعايزه تاخد حقهم. فأنا بتضايق لما بشوف حد يعني عايز تاخد حق اليتامى ظلما وعدوانا، فهل أنا أحجب عليها ولا أجي عليها، ولا إحنا نعمل إيه مع الست دي؟ عايزة من حضرتك بقى الرد على السؤال ده. دي يعني دي نعمل معاها إيه؟ وهل الدعاء يجب عليها؟ يعني إن إحنا ندعي عليها أو نحجب عليها؟ نصحتيها طيب؟ نعم. نصحتيها؟ ناس كتير بيقولوا ده لأ أو ده مش هي يعني مصممة. بالتحايل كده بالتحايل وبالغش صراحة كده يعني. طيب حاضر. بشكرك. شكر لله، الله يحفظك، ربنا يبارك فيك إن شاء الله. الأستاذة حنان بتقول إن أهل زوجي بيعاملوني معاملة مش كويسة، وإن هي لم ينعم عليها الله تبارك وتعالى ولم يعطيها الله أولاد. الله تبارك وتعالى قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. احنا قلنا يا أستاذة حنان، لو أخذت بالك إن شاء الله من الكلام اللي قلناه، أن عطاء الله عطاء وسلبه أيضا عطاء. عطاء الله عطاء، إذا أدك أولاد فهو عطاء، وإذا ما أدكش أولاد برضو ده عطاء، لكن عطاء يعلم مداه ربنا سبحانه وتعالى، يعلم عاقبته ربنا سبحانه وتعالى. فإذا أعطى الله العبد شيء فهذه عطية، وإذا منعه شيء أيضا فهذه عطية. حضرتك بتقولي أنا راضية، ربنا إن شاء الله يجعلك من الراضين، ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يمن عليك إن شاء الله بالذرية الصالحة. إنما معاملة معانا الأستاذة هبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ تفضلي يا أستاذة هبة، الله يحفظك. بس حضرتك يا شيخ، انا كنت كثير القهوة عشان بالطلاق. ابعدي عن التلفزيون وحاولي تقف في مكان فيه شبكة، الله يكرمك. سامع حضرتك، اتفضلي. بس حضرتك، جوزي كثير القهوة بالحلفان بالطلاق. زوجك حضرتك ماله؟ بيحلف بالطلاق كتير. ويرجع يقول لي انا ما كانش قصدي، نيتي مش حلفان بالطلاق. فانا باجي اقول له لا كده لازم تسال شيخ او تكفر او حاجه زي كده. حاضر.
بيقول لي انا عارف، بس انا هو حلف عليا 3 مرات في 3 مواقف مختلفين. مع حضرتك حلف عليا في 3 مواقف مختلفين وبيرجع يعمل الحاجة اللي حلف عليها. تمام. طب بالطريقة دي كده انا محرمة مثلا، ولا استنى لما يرد اليمين اللي هو حلفه دوت اللي هو وقعه بالحاجة اللي هو عملها؟ يعني قال لي مش جايب كذا وراح جايب. ويقول لي انا عارف انا اللي هتحاسب وانا اللي هتسير قدام ربنا، مالكيش انت دعوة. اجاوب حضرتك حاضر. طب معلش بس بالطريقة دي كده انا ابقى محرمة ولا لازم أن يرد اليمين الاول ويكفر عنه؟ لو كفر عنه يكفر ازاي؟ حاضر اجاوب حضرتك حاضر. حاضر ان شاء الله يا استاذة هبة. فالأستاذة حنان عايز أقول لحضرتك ربنا يبارك فيك إن شاء الله، أنت راضية، ونسأل الله الكريم العظيم أن يرزقك إن شاء الله الذرية الصالحة إن شاء الله. اللهم أمين يا رب، اللهم أمين، بقدر الله وحكمته وعطاياه، اللهم أمين. أهل زوجك إذا كانوا بيتكلموا من وراك أو من قدامك بشيء فهذا بلاء، هو ده البلاء اللي احنا بنقول عليه الصبر، الصبر على البلاء. تصبري و يعني تكثري من الاستغفار. والله لو كنت بقى معلش من يعني نسأل الله ان يجعلك الله تبارك وتعالى من الورعين، الورعين يعني زي سيدنا حسن البصري، كان لما واحد يسمع ان واحد اغتابه ولا واحد تكلم عليه كلام مش كويس ياخد له طبق من تمر ويقول له هذا هدية لي، هدية مني لك. يقول له طب انا عملت لك ايه؟ يقول له انت اديتني اكتر اعظم من هذه الهدية، اديتني حسناتك. ويدعو له، هو ده الورع. فادعي لهم ان شاء الله بالهداية، ربنا يبارك فيك ويرضى عنك ان شاء الله. معانا الأستاذ عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله حضرتك كنت عايز أقول لك على مشكلة عملتها في البيت عندي. اتفضل إن شاء الله. زوجتي كنت في يوم كده زوجتي نرفزتني أو معنى صح ضيعتني، ومسك الهاتف كسرته، وبعدين قلت لها أنت يا بنت صاحبي. قلت لها أنت طالق. تمام. عايز اعرف من حضرتك هعمل ايه؟ دي أول مرة يا أستاذ عادل ولا كررت قبل كده؟ دي أول مرة في حياتي. بس هي اللي نفذتني جامد يعني. حاضر. شكرا. حاضر. أجاوب حضرتك، خليك معايا إن شاء الله أجاوب حضرتك. الأستاذة نادية بتقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري حلت له شفاعتي. هو الشفاعة يا أستاذة نادية لمين؟ الشفاعة للأمة كلها، وخاصة للمقصرين. يعني حتى لو مذنب، ربنا سبحانه وتعالى قال لو لم تذنبوا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم غيركم فيذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. لكن هناك أصول، يعني في أصول مسلم لازم يحافظ عليها. زي إيه؟ زي الصلاة، دي أصل من الأصول. زي الزكاة، زي صوم رمضان، يعني هذه الفرائض وهذه الأركان، يعني أركان الإسلام لابد أن يؤتيها، خدت بال حضرتك؟ لكن التقصير والذنوب وما إلى ذلك، يعني الإنسان ليس بمعصوم. فهي الشفاعة لمن؟ الشفاعة لهؤلاء المذنبين، لهؤلاء الذين أذنبوا، الذين أقاموا على معصية، ثم منهم من تاب ومنهم من لم يتب. فمنهم من يأخذ حقه في نار جهنم، ممكن يأخذ يوم يومين طبعا، ويوم يومين دي اليوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، ثم تلحقه شفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بال حضرتك؟ إنما أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ده كلام مين ده؟ ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. حاجة مش هينة، حاجة مش هينة، تحسبونه والله هينا وهو عند الله عظيم.
أكل أموال اليتامى مصيبة من المصائب التي تحل على فاعلها. ده قرآن، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، لأن يأكل مال اليتيم ظلم، هذا ظلم. إنما يأكلون في بطونهم نارا والعياذ بالله يوم القيامة، وسيصلون سعيرا. فعليك بالنصيحة، ربنا يبارك فيك، عليك بهذه المرأة التي تكلمت عنها، عليك بالنصيحة، لازم تنصحيها لله. لله تقبلت النصيحة أو لم تتقبل النصيحة، لأن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. معانا مين؟ من؟ معانا أستاذة هدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة هدى تفضلي. يا رب خليك، أخبارك؟ الله يبارك في حضرتك، الله يكرمك. يا رب خليك. طب بص، بعد إذنك من جد تعبني. تفضلي تحت أمرك. واتكلم اخواتي الفيديو كويس، عندنا ملمس دي كلمة ما قدرش يكلمني، ويصرف طلقات ياما، والزعاب بدل مرة 1000، ومعايا بنتين وولد. هو انت عايشة معاه حاليا ولا منفصلة؟ عايشة معاه حاليا. تمام. بس انا يعني عايشة معاه عشان خاطر البنت بس والولد. تمام. وهو يكلم اخواته زي ما انا عندي كلمه. حاضر، انا في الرساله وصلت يا استاذه هدى، الرساله وصلت ان شاء الله. طيب الاستاذه هبه بتقول ان زوجي كثير الطلاق وبيحلف دايما بالطلاق. الحديث وان كان فيه ضعف، ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد، العتق والطلاق والنكاح. الطلاق مفهوش هزار، والحلف بالطلاق هذا استخفاف بأمر من أو بحد من حدود الله تبارك وتعالى. فأولا يا أستاذة هبة ربنا يبارك فيك، انصحيه، أو لو قدرت تسمعيه الكلام ده، يعني هم الجماعة ربنا يرضى عنهم بينزلوا حلقة على النت، لو قدرت تسمعيه الكلام ده أن كثرة الحلف أو الحلف بالطلاق والحلف بالطلاق قاصدا أن يقع فيه، هذا استخفاف بأوامر الله سبحانه وتعالى وبحدود الله تبارك وتعالى، لأن الأمر يعني الأمر عظيم، الأمر جد وعظيم، أمر الطلاق جد وعظيم. هو طبعا أهل العلم هنا يا أستاذة هبة فرقوا في المسألة بالنية، إذا كانت نيته ده يفتي بقى لنفسه، إذا كانت نيته حلف وتخويف فعليه الكفارة، عليه الكفارة. حاضر، عليه الكفارة، إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. وإن كان قصده الطلاق، إذا كان قصده الطلاق فهي طلقة واقعة، خدت بال حضرتك؟ فهو كده يفتل نفسه ويحاول ربنا يبارك فيه، بلاش يعني يتجنب مسألة الحلف بالطلاق، يحلف بالعظيم له كفارة، باليمين له كفارة، يعني الأمور دي لها حل. لكن الطلاق ممكن يصل لحد من حدود هذا القسم، نقف ما نعرفش نعمل حاجة. ربنا يبارك فيك. نأخذ فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا كرمكم الله. دين السماحة والإجابة والسؤال، دين التبسم والحوار السماحة والإجابة والسؤال. سلام الله عليكم. الأستاذ عادل على عجالة قال لزوجته أنت طالق، طبعا ده طلاق يا أستاذ عادل، طلاق صريح.
طلاق صريح، هذا الطلاق صريح يعني وقع، وبتقول انها الطلقة الاولى. فان شاء الله تجيب شاهدين من اهلك او من اهلها وتشهدهم على اللي حصل دو، علشان تمر السنين لو انت نسيت هم ما ينسوش. وبعدين تقول لزوجتك رجعتك او راجعتك، وتعرف ان فيه طلقة نفدت من رصيدك، تعرف كده ان فيه طلقة نفدت من رصيدك. طبعا احنا كنا عايزين نكمل ان شاء الله كيف نرضى، لكن الوقت قد همنا والوقت قد فات. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالأمن والأمان والطمأنينة والرضا. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يمن على هذه البلدة الطيب أهلها بالأمن والأمان والطمأنينة والرضا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، تحياتي لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.